تناكلوا الدجاج وتناكلوا الدرك الهنديه وفي الحضره ديالنا تتكون شي شويه قاصحه وتنضربوا ريوسنا ها انت الى قربتي هنا تنهرسوا على ريوسنا القلالش المراه تيقولوا لها المجدوبه والراجل تيقولوا له المجدوب وحنا كاملين تنتكنا ولاد المجدوب. فهذيك الليله ديال 27 هبطت انا بالليل فهذيك الليله وهبطت وندوش فهذيك العوين تبيدرو وتما فين تاديت وتقاسيت شي شويه ويدي طلعت بها محنين ووجهي محني والدراري الاصدقاء ديالي خافوا مني وهربوا مني. بابا ها بابا عنايتي سيدي يا ولدي طال الحال الباشا علاه صليو على ابو فاطمه حبيبي رسول الله دخلتوني الفاس البالي تما الشرفه تما اهلي عندهم الرعا قولي وعند لسانه بالقوال. السلام عليكم تحياتي لاشواقع وتحياتي الاخوان داخل الوطن وخارج الوطن من عند المجدوب الحمدوشي مجدد 1978 وعندي قناه في اليوتيوب هاد الدومين ديال التحمدوشيه بديتها تكون هذه دابا تقريبا شي 30 عام 30 عام وانا في هاد الدومين ديال التحمدوشيه. كنت انا بالصنيعه ديالي وكنت نقرا في الدراسه والدراسه والسبب ديالي هبطت نلعب الكره ماتش ديال الكره مع الاصدقاء ديالي اللي في اللاج ديالي وهبطت لعوين تبيدرو اللي تتكنا بعين بيدرو في مدينه مكناس برج مولاي عمر هبطت ندوش وتما كاينه قاست. فاش تقاست تاديت في العوين تبيدرو شي شويه هبطت انا ندوش كنت نلعب الكره وهبطت ندوش بالصيف كنت هبطت ندوش شي شويه ويدي طلعت بها محنين ووجهي محني والدراري الاصدقاء ديالي خافوا مني وهربوا مني تما عرفنا راسنا بان ما كنت قاسيت وتاديت و30 عام وانا في هذه الحرفه هذه. هذيك العين عندنا كان فيها القصاب وكانت عين ماشي عين مصاوبه ومسيمه وكانت مخموله فهمتيني مخموله وكانوا الناس تما تيشعلوا الشمع وتيجيو من الخميس للخميس من ليلة الخميس للخميس كانوا تيجيو فيها العيالات وتيشعلوا فيها الشمع وتيدبحوا فيها الدبايح الدجاج والدبايح وهداك الشيء. وكنا حنا برمضان بالليلة ديال 27 كنا لاعبين ماتش فهاديك الليلة ديال 27 هبطت أنا بالليل فهاديك الليلة وهبطت وندوش فهاديك العوين تبيدرو وتما فين تأديت وتقاسيت ومن تما وأنا مسلوب صافي تا وليت حمدوشي تا وليت مقدم تا حاليا دابا راني مقدم ديال حماتشا. انا دوشت بالليل والليله ديال 27 وهذيك العوينه باقا لي حدي لان هذا تيزوروها الناس وتيشعلوا فيها الشمع وتقولوا لها لالا عيشه ديال عين بيدرو وخلاص بان ما حنا انا تيعيطوا لي المجدوب راه تا الاصل ديالي مجدوبي من ولاد المجدوب الاصل ديالنا من السلاله ديال المجادبه. حنا دابا في الدوار عندنا في العروبيه تيقولوا لنا الدوار ديالنا تيقولوا له ولاد المجدوب وحنا ولاد المجدوب المراه تيقولوا لها المجدوبه والراجل تيقولوا له المجدوب وحنا كاملين تنتكنا ولاد المجدوب وعندنا السلاله ديال الطاقه الحمدوشيه جايه اي واحد عندنا في الدوار تيحضر واي واحد عندنا في الدوار مسكون ومقيوس بهاد التحمدوشيات. حنا كاملين تيقولوا لنا المجاديب حيت دابا الا مشيتي للقصر الكبير مدينه القصر الكبير ومدينه في البوزيري حنا ولاد المجدوب تنتكناو بينا شي 12 دوار ولا 13 دوار وحنايا بان ما تنتكناو المجادبه فينا البوزيري قمة الريحيين ولاد المجدوب البيبان ولاد المجدوب ديال الشماخه ولاد المجدوب ديال ولاد بوكر ووات الثانية حنا تنتكناو كاملين المجادبه. اجي فهمتيني يا اخي حنا المهم المجاديب هكا دايرين الطاقة الحمدوشية وتنزورو سيدي علي بن حمدوش وتنضربو ريوسنا ها انت الى قربتي هنا تنهرسو على ريوسنا القلالش
والجنابر، هذوك الجنابر الخابيات الكبار، هذوك الخابيات اللي تتشوف ديال الماء، تنهزوهم في السماء وتنضربوهم على ريوسنا وتناكلوا الدجاج وتناكلوا الدرك الهنديه، وفي الحضره ديالنا تتكون شي شويه قاصحه، وتن تنتحاجوا كما قال لها باباها، بابا عنايتي سيدي ولدي طال الحلال باش على صليو على ابو فاطمه حبيبي رسول الله، دخلتوني الفاس البالي تما الشرفه تما اهلي عندهم الرعا قولي وعند لسانه بالقوال، لا دوزوني الفاس المعمور هو يتكنى بالقنزور هز في يدو شاقور قد تلقوا من نكره. تما قرا سيدي عبد الرحمن المجدوب في القراوين، جمع القراوين بمدينه فاس، مدينه القديمه، مدينه اللي دازوا فيها أولياء الله الصالحين بزاف، عدد منهم دازوا في مدينة فاس. هذه عادة زينها من عهد سيدي علي بن حمدوش، حيت علاش ما شافش مرتو لالا عيشة السودانية اللي جات من السودان وهي كامرتو، وفاش جات لقاتو توفى، فاش قربت تدخل لمدينة مكناس ودوز لعند الراجل ديالها اللي مشى جابو لها الوالي الله الصالح سيدي احمد الدغوغي، مشى يجيب له مرتو، قال له اودي علي، قال له يا خصك تمشي للسودان تجيب لي لالا عيشة اللي هي المراه ديالي، قال له باش نعرفها حيت القصه طويله، لا جيت نعاود لك كيفاش، وهذه راه تاخذ ليا واحد الوقت كبير كيفاش الزواج ديال سيدي علي بن حمدوش بلالا عيشة الحمدوشيه، ولاني ما تجوزش بها هي مرتو وما تجوزش بها، فاش مشاو يروحوها ليه لقاوه مات تما فين نات لالا عيشة تتحضر، وسيدي احمد دغوغي تيضرب راسو ب ب ب ب بالحجر، كان دار حجره وتيشد الحجره على لي شيخو مشى يجيب له المراه وجا وما لقاهاش. دابا حاليا ما فاش دازت هاد كورونا 3 سنين وكورونا كاينه ما خدمناش وما دوزنا حتى موسم، والازمه دخلنا زعما كليناها بالمعقول، كليناها بالنسبه لحنا لي فولكلور هاد تاع حمدوشيه، الطاقه الحمدوشيه والطاقه العيساويه والطاقه القناويه والطاقه الجلاليه كليناها زعما بالحقيقه ديال الله فهاد كورونا هادي، ولاني الحمد لله اللهم لك الحمد طلقوا لنا دابا الموسم، راه عاد داز دابا واحد الموسم ديال سيت شباني في عين جمعه، هما طلقوا لنا دابا الموسم ديال زكوطه ديال جيت مولاي ادريس، والحمد لله فاش طلقوا لنا الموسم من مور العيد الكبير ان شاء الله تحرك عندنا القضيه مزيانه، المهم عندنا مأطره القضيه شي شويه من هنا للعيد الكبير وصافي. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.